تغطية مميزة لأشهر سيارتين بيك أب من الصانع الياباني إيسيزو وتويوتا هايلوكس والديماكس في الموديل الأخير 2024. بشكل سريع نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن تجهيزاتها بشكل كامل. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن سيارتين تعتبر من أشهر سيارات البيك أب، وتعتبر كل سيارة تنافس الثانية من ناحية المواصفات والسعر، إيسيزو دي ماكس وتويوتا هايلوكس. طبعا السيارتين كلها تعتبر فاتل ستاندر. نشوف مع بعض اليوم صوت أصوات المحركات، المساحة الخلفية، بالإضافة لسعر السيارة، استهلاك الديزل. بشكل سريع نبدأ بهذا التغطية، نتكلم أكيد عن إيسيزو دي ماكس الموديل الأخير 2024. طبعا تنوعت إيسيزو دي ماكس بالسابق بالمحركات ما بين 1509 حصان و 136 حصان، لا الحين كلها صارت ما هي موجودة، صار المحرك الوحيد اللي هو 148 حصان 1900 سي سي. طبعا مثل ما نلاحظ مواصفاتها تعتبر بسيطة، الصدام الأمامي مثل ما نلاحظ فيبر، عندنا إضاءات هيلوجين، جنوط حديد، المرايات والمقابض كلها باللون الأسود. طبعا تتميز إيسيزو بالمساحة الخلفية مثل ما نلاحظ مساحتها الخلفية السعة فيها ممتازة مثل ما نشوف كشاف باب بالخلف، عندنا استبنة طبعا مثل ما نلاحظ بالأسفل، وتانك البنزين من ناحية السايك أو تانك الديزل المعذرة، عندنا مثل ما نلاحظ خمس كناكين على عكس تويوتا هايلوكس. طبعا تويوتا هايلوكس راح نركز على فئة الستاندر، لكن في منها فئات ثانية بتكون أكيد بصندوق خلفي أكبر من ناحية السعة، لكن إيسيزو ما شاء الله جاية كفئة ستاندرد بصندوق خلفي أكبر. طبعا ما شاء الله أكثر يمكن من 12 فئة ما بين حوض والجوانب دبل وبدون دبل. إيسيزو طبعا فيها فئات كثيرة، حتى الهيلوكس ما بين اللي هو المحرك الديزل اللي هو 2800 و 2400، حلو حلو، ما بين ناقل حركة أوتوماتيك وناقل حركة يدوي، ما بين دفع خلفي ودفع رباعي، خيارات متنوعة وكثيرة. نتكلم عن الهايلوكس، طبعا مثل ما نلاحظوا الصدام الأمامي ستيل، الشبك الأمامي كروم بشكل كامل، إضاءات هيلوجين، طبعا كلها السيارتين كلها جنوط حديد، تقريبا نفس المقاس، راح نشوف مقاس الجنط في آخر الفيديو. طبعا ما شاء الله بس هايلوكس تتميز بالستيل والكروم اللي موجود على الجزء الخارجي. هنا عندنا الصندوق الخلفي بدون فيبر طبعا كفئة ستاندر. هنا عندنا بالخلف طبعا السيارتين كلها بدون حساسات خلفية، بصمة هايلوكس مثل ما نشوف، وبصمة تويوتا جي ال او الجي ال 4D4 اللي هو الديزل، محرك الديزل. اما هنا فما شاء الله ما في ولا شيء، ما في ملامح للسيارة، حتى لو اني صورت السيارة من الخلف الكل يقول وش هي هذه السيارة، ما فيها ملامح. هنا ينعم ستيكر طبعا في النهاية مثل ما نلاحظ بصمة الفور دي فور الهايلوكس موجود على الجوانب على الباب الجانبي، وهذه السيارة بالكامل من الخارج. طبعا النقطة المهمة اللي هو صوت المحرك وإمكانيات القلب النابض، هايلوكس قلنا تتنوع بالمحركات كثيرة، حتى الإيسيزو طبعا في منها محرك 3000 سي سي اللي هو على نسخة الجي تي كأعلى إصدار 3000 سي سي، حتى راح تتميز فيها. خلونا نشوف المحركين. إذا جينا لقلب النابض نتكلم بالتحديد عن محرك تويوتا هايلوكس وإيسيزو دي ماكس 2024. طبعا في منها محركات ثانية لكن راح نتكلم عن المحرك القياسي اللي هي تعتبر كفئة ستاندر. نتكلم بالتحديد عن تويوتا هايلوكس في البداية، محرك 4 أسطوانات سعة 2400 سي سي تيربو، الأحصنة 147 حصان والعزم 343 نيوتن، مرتبط بناقل حركة يدوي 5 سرعات. هذا هو المحرك يا سادة يا كرام، 5 سرعات. عندنا هنا طبعا سعة خزان القود نتكلم عن 65 لتر. أما بالنسبة لإيسيزو دي ماكس فنتكلم عن محرك الجديد اللي هو 4 أسطوانات سعة 1900 سي سي تيربو، الأحصنة نتكلم بالتحديد عن 148 حصان والعزم 350 نيوتن، مرتبط بناقل حركة يدوي من 6 سرعات. من ناحية الأحصنة أعلى، من ناحية عزم الدوران أفضل. عندنا السرعات هنا 6 سرعات، فالإمكانيات في إيسيزو دي ماكس أكثر. نلاحظ طبعا السيارتين كلها فيها بطانات على غطى المحرك، طبعا تعطيك عزل أفضل في
في النهايه محرك ديزل، يعني الصوت اعلى. مثل ما نشوف استهلاك الديزل هنا، مثل ما لاحظ كل لتر ديزل تمشينا 15.1 كيلو. التقييم ممتاز، بلس ديزل دفع خلفي 2024. وهذه الامكانيات. وعندنا في تويوتا هايلوكس طبعا استهلاك الديزل كل لتر ديزل تمشينا كم؟ 15.9 كيلو. التقييم ممتاز، بلس ديزل ناقل حركة يدوي 2024 2400 سي سي. وهذه الإمكانيات في سيزو دي ماكس وتويوتا هايلوكس 2024. لاحظنا إمكانياتها طبعا ما شاء الله كلها قريبة من بعض، اختلافات بسيطة من ناحية عزم الدوران، بالإضافة للسرعات هنا أعلى والأحصنة في الإسوزو أعلى. فخلونا الحين نتكلم عن تجهيزاتها الداخلية بشكل سريع. أما في التجهيزات فأكيد يا سادة يا كرام راح نبدأ بالإسوزو دي ماكس. عندنا طبعا فيها إرباقات، عندنا حساس الكفر، نزول المحذرات الداخلية، طبعا مثل ما نلاحظ النوافذ تحكم فيها يدوي، مقابض داخلية بلاستيك، مراتب مخمل تحكم يدوي مثل ما نشوف، هنا ناقلة حركة، تحكم بالتكييف، مساحات تخزين بالأسفل، بريك يدوي، هنا مفتاح السيارة فيه الفتح والغلاق. عندنا هنا شاشة تتحكم فيها طبعا بدون كاميرا خلفية، لكن فيها منفذ USB ومنفذ UX. بالإضافة لي عندنا البلوتوث، هنا عدل الرحلات، تتحكم في عدل الرحلات بهذا الزر، الـ RPM 6 والسرعة 220، شماسات كلها بدون مرايات، لا للسائق ولا للراكب، كلها بدون مرايات. هنا إضاءات داخلية، هنا مرايات، مساحات تخزين. طبعا هنا بإمكانك تستغل المساحة بكل بساطة سواء بالجزء العلوي أو الجزء السفلي. عندنا هنا فليشر المرتبة بكل بساطة وتأخذ لك مساحة تخزين بالخلف. وهذه في إسوزو دي ماكس. طبعا تتميز هذه السيارة بالمساحة الخلفية، ما شاء الله مساحتها ممتازة، أحسن من باقي المنافسات، لأنه أغلب المنافسات فيها هذه الإشكالية. طبعا للمعلومية في من هايلوكس الغمارة بتكون شاصيه بس بدون الصندوق الخلفي، هذا شفتها فترة من الفترات. طبعا بامكانك تركب فيها هذا الصندوق بكل بساطه. طبعا هنا هذا الصندوق يتركب بكل بساطه، شفته على هيلوكس كانت شاصيه بفئه من الفئات. باذن الله راح اترك لكم هذه الصوره بخانه الوصف اذا حصلت الفرصه. فكانت مميزه السياره هذه، بامكانك تركب فيها صندوق، بامكانك تركب فيها ثلاجه، بامكانك تركب فيها حاجات كثيره. حتى هذه السياره تتميز بهذه الخاصيه. هنا الهيلوكس مثل ما نشوف الداخليه بالكامل. عندنا اول شيء الهايلوكس تتميز بالنوافذ كلها كهربائيه اوتو للسايق. عندنا هنا التحكم بالاناره، طبعا الداخليه فيها رفاهيه هنا اكثر من ناحيه الشاشات، مراتب طبعا باللون الاحمر، النوافذ كلها كهربائيه. هنا عندنا مخمل، هنا RPM طبعا مثل ما نشوف 6 كمان. هنا الشاشه تدعم نظام الابل كار والاندرويد اوتو كلها موجوده هنا. هنا التكييف، مفتاح السياره فيه الريموت، في الريموت. عندنا هنا بيت للنظارة، شماسات طبعا السائق والراكب كلها بدون مرايات، إضاءة داخلية جاية بهذا الجزء، إضاءتين. هنا فتحة التكييف جاية بالجزء العلوي. هنا عندنا بيانو بلاك بالكامل، مساحات تخزين مع منفذ USB. هنا عندنا التراكشن. وهذه المزايا اللي موجودة على التويوتا هايلوكس. طبعا كداخلية هنا عندنا فخامة أكثر في الهايلوكس، لكن هناك عملية تعتبر. غير كذا طبعا لاحظ دحين تشغيل السيارة الهايلوكس لازم تدعس الكلش عشان تشتغل معك السيارة. ونسمع الحين صوت المحرك في الهايلوكس. هذا هو صوت المحرك في تويوتا هايلوكس 2024. طبعا هنا بدون ما تدعس الكلاش بكل بساطة شغلنا المحرك على 1900. ألاحظ انه هنا الصوت نوعا ما في نعومة اكثر بالسيزو دي ماكس. وهذه هي اصوات المحركات بالسيزو دي ماكس وتويوتا هايلوكس 2024. طبعا وبكذا قفلنا الصندوق الخلفي، السيارة صارت جاهزة. طبعا ما شاء الله السيارة جاية بلونها الأبيض، فما شاء الله حتى اللون جميل،
كسيارات طبعا في النهاية إيسوزو دي ماكس تعتبر هي سيارة عملية أكثر مثل ما نلاحظ، وهي اللي منتشرة بين الشركات والمؤسسات. أما الإيسوزو أو التويوتا هايلوكس، فما من اسمها هايلوكس لكجري، شيء فخم كذا اللكجري. طبعا اختصار الهايلوكس أو اللوكس اختصار لحاجة للفخامة أو اللكجري. اتكلمنا عنها بشكل سريع وبسيط. السيارة من ناحية تفاصيل، الهايلوكس تفاصيلها أكثر كمواصفات، أوبشن أعلى، كروم ستيل، نوافذ كهربائية، ريموت كنترول. هنا في حاجات ما هي موجودة في الهايلوكس للمعلوم طبعا، أو ما هي موجودة في الديماكس. الديماكس في حاجات ما هي موجودة هنا، فهذه هي باختصار. سعر هذه السيارة بالتحديد نتكلم عن الهايلوكس ب90,000 ريال 2024 الغمارة فئة الستاندر. أما الإيسوزو فنتكلم عن 93,000 ريال ضمان السيارتين 5 سنوات أو 100,000 كيلو أو 5 سنوات، المعذرة 3 سنوات أو 60,000 كيلو، أيهم أسبق. هذه بشكل عام ضمان السيارات البيك أب أو الشاحنات الخفيفة، 3 سنوات أو 60,000 كيلو بالنسبة للسيارات اليابانية. أما الصينية فترتفع يمكن لحد 100,000 كيلو. السعارة تكلمنا عنها، سمعنا أصواتها، تكلمنا عن استهلاك الديزل، المساحات الخلفية شفناها بشكل سريع. طبعا الهايلوكس مثل ما ذكرنا محركين اللي هو 2800 و2400، طبعا غير محرك البنزين اللي هو V6 على 6 أسطوانات، أما بالنسبة لل 2700 و4 أسطوانات على الغمارة. أما الهايلوكس فتتنوع، أما الديماكس فتتنوع ما بين 3000 سي سي وال 1900، كانت بالسابق حول 136 حصان أو 109 حصان، أما الحين ألغوها كلها فبقيت معنا 150 أو 148 حصان. هذه باختصار، أتمنى التغطية نالت إعجابكم. في النهاية مثل ما ذكرنا في البداية لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في قناة التعليقات وش السيارات اللي تبون نستعرضها لكم بالأيام الجاية، واللي حاب يضيفنا بالسوشيال ميديا تويتر وإنستغرام وفيسبوك، الروابط كلها بقناة الوصف، وفي أول رابط تلقون تفاصيل السيارة بالكامل. لهنا أتمنى التغطية، في أمان الله.